عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي. كما تم خلال اللقاء الاطلاع على آخر مستجدات المباحثات التجارية والفنية مع الشركات التي تعمل في حقل غاز أفروديت القبرصي. وتطرق اللقاء إلى أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات من أهمها مؤتمر قمة المناخ كوب 27 في نوفمبر من العام الحالي، والذي ستستضيفه مصر.